جروب تجمع سيارات برازيل العراق. هذه سيارتي 87 ايده. تصفونها تم بعد. هاي سيارات الاخ علي برازيلي. حياك ابو حسين. لا من سحر. سيارة الاخ علي برازيلي داخل مالته اللي ما شايفه. حيدر. سيارة اخونا حقي برازيلي 85. ها؟ اي صح. ايه. نرجع سيارة علي برازيلي، هاي سيارة اخونا حقي 85 برازيلي زرقاء، طبعا اول زرقاء تشاركت بالتجمع. والله داخل. اخونا سيارة قيد التعمير طبعا جاي يعمر بها من جديد. ان شاء الله نتمنى له الموفقيه بها. ارجع 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 غير. هاي سيارة اخونا علي الغالي برازيلي 87 حمراء. دواخل السيارة. سيارة اخونا قيد. تحياتنا للمصور نائل طبعا اخونا حبيبي. اخونا حقي وعلي الغالي حمودي زيد حراس حبيبي سالم راسك والشباب هنا وسام الجبوري العلم واخويا العزيز علي برازيلي دوله وعلم اخويا العزيز. وهذه سيارتي كلكم تعرفونها تجمع برازيل العراق تاريخ 24/12/2015.